الى كيغالي في تونس بتشكيله طبعا نستعرضها تباعا مع حسني. اكيد فيها الكثير من ناحيه الجديه في التحضير بالنسبه للمنتخب الغاني. طاقم تحكيم ليبي يقود السيد جمال بيا، بينما المباراه الثالثه للسيد روجيه لومير اللي كان على الصوره المباراه الاولى لنبيل معلول اللي يلتحق بالطاقم الفني للمنتخب التونسي. بقيه الاطار يعني من مدلكين واطباء جوهر المناري وبنك البدلاء خالد عزيز اللي يعوض محمد الزويبي التحق بالتربص في الساعات الاخيره. خالد عزيز اكيد 13 ومهدي النفطي 8 معاهم مراد المالكي رقم 11 والمهلبي 7 بن عاشور 18 وفي الهجوم نبيل المساوي من الاولمبي البلجي، بينما تعطى اشاره انطلاق ليبرات من السيد جمال بيا الليبي اللي اذكر رؤوف ادار تونس مصر يعني في 20 نوفمبر في المنزه، وانا ذاك كانت المباراه الاولى لروجيه لومير. بالنسبه للمنتخب الغاني في هذه المباراه نلقاو في حارس المرمى اليوم كانكاني ابو بكري، حاصر حارس جولدفيلز في رباع الدفاع 7 اسانتي ميكائيل 5 منسى جون. اولى مع المنتخب التونسي كاساسي في عهد المدرب روجيه لومير اللي لازال يبحث عن القناص اللي ممكن يطمنوا على مستوى النجاح الهجومية وصعود أسانتي ميكائيل. التوزيع وخطيرة ولها لها الحكم الليبي جمال مباية كان أعلن بالفعل هدف شرعي، إذا يأكد الحكم الليبي جمال مباية. ربما حسني سمعنا كما قلت بعض الزوايا الجديدة في عملية تصوير اللقاء الحقيقة، بينما يتلقى الشوط الثاني منذ مدة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية شرعت في مثل هذه التجارب التلفزية استعدادا لاحتضان كأس إفريقيا القادمة باعتبارها الهيئة التلفزية المستضيفة للحدث في البطولة الإفريقية مؤسسة الإذاعة بصدد استعمال ضوابط تقنية متطورة مواكبة لهذا الحدث الإفريقي. كما قلت للمرة الثالثة كأس إفريقيا ستقام في تونس، ستأتي عام قبل احتضان دورة عالمية في كرة اليد لا أكثر ولا أقل، إلا بطولة عالم لكرة اليد. هذا من فرصة التعادل للمنتخب التونسي، التعادل في أفضل وقت ممكن، وإحنا نحكي رؤوف على الضوابط التقنية على مؤسسة الإذاعة والإعداد لكأس الإفريقية التلفزية. يأتي التعادل بالفعل بسرعة، المنتخب التونسي رجع الاعتبار وهذا مثل ما هذا بيشوفوا إعادة لعملية التمهيد من رضي شعايدي على مستوى القائم الثاني والمتابعه والتهديف على الكره في شباك الحارس كانكاني، والتعادل هذه المره اصبح ايجابي وسيد الموقف. ترجع الكره في هجوم المنتخب الغاني، التمهيد ومحاوله وخطيره جدا وبسرعه جاء هدف هدف الاسبقيه للمره الثانيه للمنتخب الغاني بعد بهته وسط الدفاع. شر اموا كالعاده صاحب الهدف الاول هو صاحب الهدف الثاني كذلك، مهاجم شتورم جراس حسني بسرعة يرجع الأسبقية للمنتخب الغاني. أكيد سيناريو ما كناش نتوقعوه في ظرف دقيقتين تقريبا، هدفين، هدف للمنتخب التونسي للتعادل. بعد مباراة تونس والسنغال في 96 عودة عادل الشادي تقريبا 7 سنوات بعد كان سجل ضد السنغال، بينما فرصة للتعادل لبيد البسامي والتعادل المنتخب الوطني التونسي. هدف نبيل المساوي، انتظرنا الاستفاقة نبيل المساوي ما قالش العكس، مهاجم الاولمبي الماجي 23 عام فقط، اول هدف مع المنتخب هذا هو بالعرض البطيء. بالفعل حسني وشفنا اللمسه الفنيه الممتازه جدا، وهذا لاعب فطري واضح انه يملك الفنيات من الفنيات الكثير، شفنا بلمسه فنيه ممتازه جدا. والتساؤل رؤوف حول اسم الطرف الثاني في نهائي دور تونس الرباعيه للامم، صفر تنهية بالنسبة للسيد جمال مبيا الحكم الليبي. التعادل 2-2 بين تونس وغانا. 7-7 والحارس كانكاني وينجح بكل امتياز يتقدم المنتخب ومنيجي يكون في الموعد. عادل الشادلي رؤوف كان لاعب قبل الاخير قبل هشام بالخال، التنفيذ وضيع المنتخب التونسي في نهائي دور تونس الرباعيه. المنتخب التونسي امام الكامرون يوم الاحد